اول قاعده بقى في النطق يا سيدي، نبدا بقى رجعنا بقى لبعضينا، نبدا بقى في قواعد النطق حاجه حاجه كده بالترتيب على الهداوه على الروقان، عشان هتلاقي شويه تريكات غريبه جدا هتستعجب لها. تمام، اول حاجه نبدا بيها قاعده حرف الاو، مش الاو، او الاو اللي هي ايوه الاو العاديه بتاعتنا دي طبعا ليها ثلاث قواعد اساسيين. اول قاعده، لو جايه في حرف متحرك واحد، يعني كلمه فيها حرف متحرك واحد بتنطق او، يا سبحان الله، يعني زي كلمه دوم اللي هي منزل او هوم. تمام، في كلمه مثلا زي كلمه دوتش اللي هي ابنه او بنت، تمام، دوتش بتنطق او، زي كلمه ستو اللي هي معناها كميه، تمام، دي ابنه ودي منزل، دوتش ستو دوم. تمام، اون، اون اللي هو هنعرف بعد كده ضمير هو او هي، بعد كده نو اللي هي بط، كل الحاجات دي حرف متحرك واحد بس في الكلمة. طيب بيقول لك بقى القاعدة دي ليها استثناء، اكسبشن، في ايه بقى ليها استثناء؟ ايه بقى الاستثناء يا باشا بتاع القاعدة دي؟ بيقول لك برضه هيجي لي حرف متحرك، كل حرف لما يجي لوحده برضه متحرك، ولكن بيجي في حرف جر. كل البريبوزيشن اللي موجودة في اللغة الروسية اللي فيها حرف الأو بيكون فيها حرف متحرك واحد اللي هو الأو، في اللحظة دي هنغير نوته ونخليه أ. الله، ازاي يعني؟ نقول مثلا دا، دا اللي هو بمعنى إلى، لما نقول مثلا داس في دانيا يعني مع السلامه، او على فكره برضو من ضمن الحاجات اللي عايز اقول لكم، داس في دانيا حاولوا ما تداولهاش كتير، لان هي اللي هو طب يلا مع السلامه داس في دانيا. تمام، هي عادي ما فيهاش حاجه، مع السلامه عادي مفيش مشكله لو قلتها لحد، بس ايه مش المحببه قوي انك تقولها مع حد ليك موده معاه او حد عاوز تعمل معاه علاقه عشان تعرف ياخد تراست فيك، فتقول له وهو ماشي طب داس في دانيا يلا بقى مع السلامه انت. تمام، داس في دانيا، دا 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 دا، اللي هو about، هي هي لوحدها كده. يعني مثلا يا جافريو اتبيا، يعني يا جافريو اتبيا، يعني انا بتكلم مع عنك، انا بتكلم عنك، يا جافريو اتبيا بتكلم عنك، او اجابريو مش فاهم، مش فيش حاجه في دماغي دلوقتي يعني، بس يعني انا بتكلم عنك مثلا، او عن بمعنى كلمه عن او about. تمام، في حاجه برضو زي الفي، الفي لما تيجي مع لوحدها كده ان او تو، بتيجي بعدها ساكن، ممكن نكتبها كده فا 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 فا. تمام، طيب from ات 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 يعني من، يعني مثلا ما فيش جملة في دماغي دلوقتي، بس هي بمعنى ات اللي هو جاي يعني من، يعني الحاجة دي فروم كذا. تمام، طيب ده كده خدنا القاعدة الأولى والاستثناء بتاعها. طيب القاعدة التانية بقى بتاعت حرف الأو، حرف الأو يا سيدي بيتنطق أو لو مش محطوط عليه الشدة أو الأدرينيا اللي قلنا عليها. طيب زي إيه؟ زي مثلا كلمة أستروجنا، أستروجنا يعني خد بالك، بي كيرفول، أستروجنا. تمام، تعالوا بقى نعد بقى الشدات، انا عندي كام او؟ عندي 4 او، ادي واحد، ادي واحد، انا نعد من تحت، واحد اتنين تلاتة اربعة، عندي 4 او. استاروجنا، انتوا بقى اللي هتحطوا معايا الشدة مش انا اللي هحطها، مش انا اللي هحط الشدة. هنحط شدة؟ لا. ستا نحط شدة؟ لا. رو نحط شدة؟ نا مش هحط شدة، يبقى أستاروجنا، أستاروجنا، الشدة محطوطة فين؟ على الأو، أستاروجنا دي معناها بي كيرفول. خلي بالك في كلمة تانية اسمها أكوراتنا، الاتنين بي كيرفول، ولكن أكوراتنا لو أنت مش مهتم بالشخص أو مش مهتم بصحة حد، يعني لما أقول لك أستاروجنا استكلو مثلا، خلي بالك من الإزاز، أو خلي بالك الإزاز، يعني مثلا انت عندك صيدليه رفوفه ازاز وعندك طفل عمال يلعب ويتنطط، فبتقول له استروجنا،
استكلو مثلا سلاميت مثلا، او الازاز هتكسر الازاز مثلا، او ممكن يعني مش قصدي ان الازاز هيتكسر فانا هزعل على الازاز، انا قصدي الازاز هيتكسر فهيعوره، فانا بقول له استروجنا، انت اللي استروجنا، تمام. لما اقول له اكوراتنا مثلا، لا خلي بالك اكوراتنا، تلاقي عيل عمال يبعشك بقى، عمال يفتح العلب ويفضيها في الارض. لا اكوراتنا، انت مش بتتاذي، ده انت انا اللي بتاذي مش انت، تمام. فتقول له اكوراتنا يعني خلي بالك، او مثلا اكوراتنا مثلا ماسك كوبايه شاي مثلا او ماسك ايس كريم وهيتكب منه في الارضيه، فانت خايف ان الدنيا تتبعكك، يعني هو مش هيتضر في صحته او يتضر في حاجه، فتقول له اكوراتنا، اكوراتنا خلي بالك اكوراتنا، مثلا الايس كريم مثلا ماسك مثلا عنب او ماسك تفاح مثلا وبياكل وبينقط كده يعني، تمام. مش موضوعنا، المهم انا كان قصدي ان انا عايز اعرف التشكيل بتاع حرف الاو استروجنا، تمام. يبقى انا الشده فين؟ على تالت او. طيب كلمه تانية مثلا زي دومه، دومه اللي هي في البيت، يعني خلي بالك احنا اخدنا دوم، دوم ده اللي هو ايه؟ منزل. طيب انا عايز اقول في المنزل، الطبيعي انك تقول في دوم، في دومي مثلا، لا مش في دومي، لا عندهم بقى حاله شاذه شويه، بيقول لك دوما دوما دوما، تمام، دوما دو دوما، تمام. دي تختلف تماما عن حاجه تانية اسمها دما دما دما، اللي هي ايه؟ جمع كلمه دوم، يعني انا عندي دوم ده لما اجي اجمعه اقول دما، دي او يا جماعه دما. هنا مفيش اي اودرينيا في الموضوع خالص، نيتو اودرينيا، مفيش اي اودرينيا بتحط في الحاله دي، بنحط ايه؟ دما دما. طب في الاودرينيا فين بقى؟ مفيش اودرينيا على الاو، هنحطها فين؟ مفيش اودرينيا خالص، هنحطها هنا، الاودرينيا تحط دما. الشده فين؟ في اخر كلمه دما، تمام، دما، يبقى في اخر الكلمه. يبقى انا لما شلت الاودرينيا، مفيش اي اودرينيا هنا خالص على الاو، اتنطقت ايه 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 ايه، تمام، دما، تمام. مثلا اقول لك مثلا دموي دموي دموي، يعني الى البيت، يعني انا يا جولايو دموي، يعني انا هتمشى للبيت، او يا 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 يدو دموي بشكم، يعني يا 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 يدو دموي بشكم، يعني انا بروح البيت ماشيا. وهتعرف بعدين ان اصلا ممكن ما نحطش بشكم وتفهم برضو من يدو، من يدو، من يدو، تمام، لان هو الفعل ده بيجي مع المشي بس، تمام. طيب يا يدو دموي، دي موي بقى تكتب ازاي؟ اهي دا موي دا نحط ادرينيا، لا مو 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 مو، نحط ادرينيا هنا، يبقى دموي، تمام، دموي. طب مثلا كلمه خراشو، خراشو اللي هو حال من كلمه خروشي، خروشي اللي هي الصفه اللي هو كويس، تمام، او جود، خروشي خروشي، تمام. لما اجيب منها الحال بقى اجيب اقول ايه؟ خراشو خراشو، خا حط ادرينيا، لا را حط ادرينيا، لا شو حط ادرينيا، او حط ادرينيا، او احفظها كده، نحط ادرينيا او، تمام كده خلصنا قاعده حرف الاو، تمام كده. بس يا باشا ندخل بقى على الحروف اللي بعدها، هناخد اربع حروف مع بعض بس خليهم فيديو لوحدهم.